السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للحادي والثلاثين من شهر مايو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليوم: الصالح في حوار شامل مع صحيفة الأيام: لا نستعجل إقرار أو رفض القوانين ولا نجامل أحدا. وزيرة الصحة: المدخنون عرضة لمضاعفات فيروس كورونا. كورونا يضاعف الطلب على العقارات المطلة على البحر بنسبة 100%. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها: وزير العمل: توفير مساكن إضافية ل8,011 عاملا بمنشآتهم. 62% من المواطنين لا يفضلون السفر في صيف هذا العام. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: في رصد لصحيفة الوطن 68 مليون دينار كلفة فحص كورونا خلال 3 أشهر. حالة وفاة لبحرينيين بكورونا يوم أمس. الدوسري لصحيفة الوطن: لا استثناءات من حظر العمل بالظهيرة بسبب فيروس كورونا. وأخيرا وليس آخرا في جولة هذا الصباح مع صحيفة البلاد والتي عنونت: استبعاد احتساب وقت التنقل ضمن الدوام. الخدمة لا يمانع مزاولة الموظف لعمله أثناء العقوبة. عودة المحكوم لوظيفته بالقطاع الخاص غير مضمونة، وعلاوة السكن مستمرة. إلى الملف الأبرز في طبعات الصحافة لهذا اليوم، وهو ملف كوفيد-19، حيث نشرت صحيفة الأيام حوارا لرئيس مجلس الشورى عادل الصالح، قال فيه إن المجلس لن يدخر جهدا في سبيل بحث ومناقشة أي تشريعات جديدة أو تعديلات على قوانين نافذة أو تقديم اقتراحات بقوانين تسهم في معالجة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك جزءا من المسؤولية الوطنية التي يلتزم بها الجميع. بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتزامنا مع الأزمة الصحية العالمية لجائحة كورونا، نشر صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أكدت أن التدخين يعتبر أحد أبرز عوامل الخطر في زيادة التعرض لمضاعفات هذا الفيروس، الذي يؤثر على كفاءة عمل الجهاز التنفسي ووظائف الرئتين بشكل أساسي. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قال إن كافة الإجراءات الاحترازية التي توفرها المنشآت في سكن عمالها للتصدي لفيروس كورونا تخضع لإشراف ومراقبة الوزارة. بقلم أنور عبد الرحمن نقرأ مقالا بعنوان: لماذا نجحت تجربة مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا؟ فإلى سطور هذا المقال: علينا هنا في البحرين أن نفخر بتجربتنا في مواجهة وباء كورونا والتعامل معه. لماذا نجحت تجربة البحرين، وما هي العوامل التي قادت إلى هذا النجاح؟ العامل الأول: فلسفة الحكم في البحرين في ظل قيادة جلالة الملك والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته. حين ظهرت أزمة الفيروس، أن تكون حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم هدفا له أولوية مطلقة بالنسبة إلى السلطات المسؤولة. بناء على ذلك تم وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة. العامل الثاني: البنية التنموية القوية التي تأسست منذ عقود. نعني هنا أن أحد أكبر أسباب نجاح تجربة البحرين في مواجهة وباء كورونا
أن لديها أصلا بنية تنموية قوية جدا تأسست منذ عقود طويلة في ظل قيادة سمو الأمير خليفة بن سلمان للعمل الحكومي وبالأخص في المجال الصحي. العامل الثالث، الإدارة المباشرة للأزمة بقيادة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد. المسألة هنا أن سمو ولي العهد قاد إدارة أزمة كورونا بأعلى درجات الكفاءة. العامل الرابع، وعي الشعب ومشاركته الفاعلة. الحقيقة هنا أن شعب البحرين أظهر درجة عالية من الوعي والإدراك بخطورة الوضع أولا، ثم بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطلوبة ثانيا. في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، نشرت صحيفة الأيام أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين الأول من شهر يونيو سيتم البدء في تعزيز إجراءات التوظيف الإلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني. ومن صحيفة أخبار الخليج نطالع أن النائب أحمد السلوم أعلن عن رعايته لإطلاق حملة لتحقيم مجمعات الدائرة الخامسة يوم غد الاثنين بالتعاون مع مركز شباب القادسية وفريق النعيم التطوعي، وأشار إلى أنه مع تزامن قرب إعادة فتح المساجد والجوامع لصلاة الجمعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تحقيم المجمعات السكنية وعدد من المساجد في هذه الدائرة. قالت صحيفة الوطن أن كلفة فحص فيروس كورونا تجاوزت أكثر من 68 مليون دينار حتى الآن، مقابل 15 مليون دينار في منتصف شهر أبريل الماضي، ما يعني أن كلفة الفحص زادت بنسبة 77.9% خلال شهر ونصف. هذا وتبلغ كلفة فحص المريض الواحد 220 ديناراً. نشرت صحيفة البلاد أن مركز المنامة لحقوق الإنسان أكد على دور وزارة الداخلية في دعمها لحقوق الإنسان وابتكارها لكل ما يزيل العقوبات أمام النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في ظل الانتشار العالمي لوباء فيروس كورونا من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتصدي ومنع انتشار هذا الفيروس بين النزلاء والحفاظ على صحتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم. كتبت الكاتبة هالة كمال الدين مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان مملكة الإنسانية، تحدثت فيها عن موقف البحرين الإنساني من العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها، فإلى أهم ما جاء في هذا المقال. إننا لفخورون بهذه الإنسانية التي تنتهجها مملكتنا الحبيبة في التعامل مع تلك الفئة التي لا شك في أن أقدارها كتبت عليها أن تعيش ظروفا مأساوية خارج أوطانها، وأن يتم استغلالها من قبل البعض بل والاتجار بها، الأمر الذي حولها إلى عبء اقتصادي واجتماعي وصحي أثقل كاهل بلادنا. إن تعامل حكومتنا مع هذه الأعمال الشرعية وغير الشرعية بكثير من الحكمة والصبر والرحمة والرأفة هو أمر يحسب لمملكتنا، فقد أثبت بالفعل أنها مملكة الإنسانية، وهذا بشهادة العالم. مع بدء فتح الأعمال في عدة دول سيواجه المسافرون هذا الصيف مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة، حيث كشف استطلاع أجرته صحيفة أخبار الخليج أن 62% من المواطنين والمقيمين لا يفضلون السفر خلال صيف هذا العام، بينما ذكر 38% منهم أنهم سوف يقومون بالسفر إذا سنحت لهم الفرصة. أوضحت صحيفة الوطن أن رئيس جمعية الخالدية الشبابية إبراهيم راشد
قال إن جمعية قامت بتدريب أكثر من 2000 متطوع للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحريني، كما قدمت أكثر من 300 متطوع من أطباء وممرضين وعاملين في مجال الدعم اللوجستي والإداري في مختلف التخصصات الصحية. نطالع من صحيفة البلاد أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أكدت استئناف رحلاتها المباشرة من جمهورية باكستان الإسلامية بدءا من اليوم الأحد، مع أول رحلة من مطار إسلام أباد الدولي إلى مطار البحرين الدولي، مع استئناف رحلات ناقلة من مدن أخرى في باكستان خلال الأيام القادمة. الخيار لك، عنوان مقال للكاتبة سوسن الشاعر نشرته صحيفة الوطن، تحدثت فيه حول دورنا بعد عودة أنشطة العمل والأسواق والمطارات في كل العالم. قد تمتد هذه الفترة إلى سنة وربما أكثر، الله وحده يعلم متى سيختفي أو متى سيوجد اللقاح، لكننا نستطيع أن نعيش ونمارس حياتنا بالقدر الأكبر من الطبيعية، على أن نتحمل نحن هذه المسؤولية بوعي وبجدية تامة. هذه فرصة لأن نعيد ترتيب حياتنا ونعتني بأنفسنا وبصحتنا وبجهازنا المناعي جيدا، نلتزم بالاحترازات الجديدة، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نمارس أنشطتنا العادية، وعاجلا أم آجلا سينتهي هذا الوباء ويمضي وسيصبح ذكرى. إنها فترة امتحان لنا في ديننا، في أخلاقنا، في إنسانيتنا، في وطنيتنا، في احترامنا للقانون. بإمكاننا أن نظل من أفضل الأمثلة والنماذج كمجتمع واع ساعد الدولة وساندها في بقائه سالما. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة الأيام نقرأ أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السليس أعلن عن فتح المسجد النبوي الشريف اليوم الأحد، مع تطبيق حزمة من الاحترازات الوقائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية. وإلى الأخبار المنوعة من الصحف المحلية، حيث نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن تدشينها لخدمة جديدة والتي جاءت بعنوان التطبيب عن بعد، وذلك عبر استشارات بتقنية الفيديو والتي تشمل عدة خدمات طبية، وتبدأ هذه الخدمة على مدار الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس خلال الدوام الرسمي. وفي إنجاز بحريني جديد، نشر صحيفة البلاد اختراع يعد الأول عالميا لشاب بحريني يدعى محمد عبد العال. الاختراع عبارة عن جهاز لتبريد المياه الحارة بالطاقة الشمسية. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.